بسم الله، دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي نعرف الدالة. اول حاجة اكتبها لي اف، وبعد كده اسم الدالة وليكن مثلا نسميها اكس، وبعد كده هفتح قوسين عشان تقدر تحط فيها اي متغيرات او اي برامج عايز تحطهم، وبعد كده نقطتين عشان اللي يجي بعد كده يبقى تبع الدالة ديت. هدوس انتر، هلاقي ان هو ساب لي مسافة. اقول له مثلا برنت واديله كلمة معينة، مثلا هلو وورلد. اوكي، طيب لو انا شغلت البرنامج دلوقتي مش هيشتغل ليه؟ لان انا ما سددتهاش، انا عرفتها بس ما سددتهاش. اسدها ازاي؟ هقول له اكس وراح فاتح القوسين بالشكل دوت، واقول له بعد كده ران، يبدا هو بقى يعرف يقول لي هلو وورلد. طيب خلينا نعرف دالة تانية دي اف واسميها واي، تمام، وافتح القوسين وادي له نقطتين. الاكس دي اعرف فيها متغير وليكن مثلا كيوب، يبقى في متغير اسمه كيوب موجود في الواي دي. اقول له برنت، تمام، اطبع لي قيمة الكيو، مثلا الكيو في الكيو، تمام. يبقى هو كده اول ما ياخد القيمة دي هيضربها في بعض. اقول له كيو، تمام، الدالة اسمها الواي، وبعد كده هفتح قوسين وهو هحط قيمة الكيو مثلا ب 12، تمام. طيب هقول له شغل، هيقول لي ال 12 دول هتساوي 44. طيب خلينا نقول له عرف دالة تانية فانكشن اسمها زي، اقول له زي ديت بتساوي نديها متغيرين بقى اي و ار، تمام. يبقى انا كده هقول له ايه؟ اقول له برنت الاي في الار. طيب بعد كده هقول له، عندنا الزي فيها قيمتين اللي هي الستة و الخمسة، تمام، اللي هي الاي والار، واقول له شغل، هيمسك الستة في الخمسة وهيديني 30.